اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا كبده ضاني، واحنا شطار في اعمال الكبده، سواء نقول الكبده الاسكندراني، كبده سندوتشات، كبده بالدمعه، كبده مشويه. النهارده الكبده هنعملها بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. معقوله يا شيف في طرق جديده للكبده؟ ده احنا جبنا اخرها. لا، النهارده في طريقه جديده لعمل الكبده على طريقه المغازي، كبده بالبصل. هتتعمل ازاي؟ تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد كالعاده. معانا النهارده مكرونه بنا، مكرونه بالوايت صوص مع المشروم. المشروم بروتين نباتي واغنى انواع الخضار غني بالبروتين النباتي، يعني بينافس كل انواع الخضار في البروتين النباتي. هنعمله النهارده مع مكرونه بينا مع الوايت صوص، لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب نوع المكرونه لما يكون فيه صوص وايت كده، له طعم وله مذاق خاص. الحلو النهارده قبل المانجا ما توزعنا والشتا دخل علينا، وانا شايف المانجا بدات تقل في السوق، فحبيت اوضعها النهارده بمافن. مافن المانجا بالمانجا. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ معانا مانجا قطع طعمها سكر عسل، ومعانا عصير مانجا، ومعانا مكونات المافن العاديه اللي هو البيض والدقيق، ولكن الفكر الطهوي جديد النهارده مع مافن المانجا بالمانجا. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي قبل المانجا ما تودع سوق المانجا واخواننا بتوع الخضار. تعالوا ناخدها مع بعض النهارده. هي في السوق دلوقتي كتيره ومتنوعه واشكالها مختلفه. نختار المانجا اللي ما فيهاش شعر كتير. عايز اعمل المافن بالمانجا وجواه مانجا، مانجا في مانجا. معانا مانجا متقطعه قطع، ومعانا عصير مانجا، ومعانا اربع بيضات متوسطين الحجم، كوبايتين من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، معلقه فانيليا، نص كوب سكر، بس انا يعني مش حابب سكر بس عشان تبقى سكرها حلو. معانا شويه زبيب وشويه حب. تعالوا نشوف مع بعض نعمل ازاي مافن المانجا بالمانجا. مقاديرها على الشاشه والصوره بوجود المانجا المصريه تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. اول حاجه طبعا انا بدات حبيت ابدا بالحلو، لان الحلو طبعا بياخد وقت كبير ومحتاجين ان احنا ندخل المافن في الفرن، فعشان كده انا بدات بيه الاول. ومعانا طبعا قوالب المافن كالعاده بنجيبها من اي محل بتاع ادوات منزليه متعدده الانواع الاشكال، بنجيبها بنحط فيها القوالب بتاعه المافن ونبدا ان احنا نعمل الايه الخلطه بتاعتها. حلو الكلام لغايه دلوقتي، تمام زي الفل. اول حاجه هاخدها اربع بيضات هيتكسروا هنا كده، واحنا في ايام البرد ده او في الايام يعني مثلا شويه رطوبه ممكن نخلي البيض يطلع من الثلاجه قبل الوقت تقريبا ب 15 دقيقه لو البيض في الثلاجه عشان تضمني سلامه البيض. البيض معانا زي الفل، بنحط عليه شويه فانيليا، اتعلمنا ان الفانيليا بتشيل زفاره البيض، ونخفق البيض كويس. ايه اللي بيساعد على خفق البيض جيدا؟ اتعلمناها السكر. ونقلبهم مع بعض خفقان جيدا. فانيليا بيض سكر، فانيليا بيض سكر، فانيليا بيض سكر. حفظتيهم دول؟ ثلاثي فانيليا بيض سكر. نشوف القوام مع بعض اهو، اقل من دقيقه اداك القوام ده. اطلع لغايه الكرين فوق. مخرجنا الجميل هو ده الحلاوه. دي اول حاجه انا عملتها، بيض فانيليا سكر، اداني القوام الحلو ده بالشكل ده كده زي الفل. دي اول حاجه. معانا شويه عصير مانجا، حلو قوي، بنقل نحطهم كده. ايه السهوله والبساطه دي يا عم الشيف؟ ده القوام بتاعي. عندنا شويه زبيب هنخليهم على جنب كده، والزبيب ده اختياري. معانا بيكنج باودر معلقه بنحطه على الدقيق، وكل اللي انا بعمله بقلب الدقيق مع البيكنج باودر. المواد الجافه بتتقلب لوحديها، بيكنج باودر ودقيق، دقيق وبيكنج باودر. من الحاجات اللي ممكن تكون سبب في ان هي تخلي المافن بتاعك مش كويس او هابط او ما نجحش معاكي او الكيكه عموما، بيكون دايما البيكنج باودر. بتشتريه من السوبر ماركت كالعاده، بيبقى فيه ازرف كده او بواكي يعني، او بتشتري علبه فيها كميه بتشتريها وتحطيها في اماكن مختلفه في المطبخ او في الثلاجه وبتنسيها كالعاده، كلنا كده. البيكنج باودر له تاريخ صلاحيه وله وقت، لان الرطوبه لما بتخش في مسحوق البيكنج باودر مفعوله بينتهي، يبقى وجوده زي عدم وجوده. فاعرف ازاي؟
لما اخد معلقة بيكنج باودر صغيرة واشك في ان هو مركون عندي بقاله كتير واحطها في كوباية. حطيت المعلقة البيكنج باودر الصغيرة في كوباية وحطيت عليها مية، اي مية من الحنفية، مية من الكوباية، اي حاجة من اللي بتشربيها، فار معاكي بقى زي الفوار اللي بناخده لما يكون عندنا برد، اعرفي ان البيكنج باودر بخير وسلام. ما فارش معاكي غيريه عشان ما تخسريش بقيه المقادير، لا تخسري البيض ولا الدقيق ولا الحاجه اللي انت عامله بيها. ما يبقاش بمعلقه بيكنج باودر صغيره بثلاثه تعريفه خسرت كل الماتيريال بتاع الكيكه اللي بتعمليها. الحاجات دي انا بوصي فيها يعني. حلو الكلام، هننزل بالدقيق بتاعنا. ونقلب دول كده. مش هقلب بالمضرب. دلوقتي اهو حلو قوي، معانا شويه زبيب بنسقطهم هنا. الزبيب سكريات، سكرياته مفيده جدا. الزبيب كلنا عارفين ان هو العنب البناتي بعد التجفيف اهو. زبيب يعني عنب على طول. والزبيب في السوق نوعين، بيبقى بلونه اللون الذهبي ده وفي اللون الاسود. الاسود ده بتاع العنب الاسود، الذهبي بتاع العنب البناتي. اه كده مقدار البيكنج باودر، مقدار المافن جاهز. معانا قطع من المانجا. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه كده واحنا واقفين مع بعض بنتسله. بنجيب معلقه، اللهم صل على النبي، وناخد المعلقه دي كده ونحط المانجا هنا. الله، تعالي يا مانجا في قلب القوالب دي كده. اي خدمه. ونحط عليها الخليط بتاعنا. فكره يا عم الشيف والله. المانجا ما سبناهاش، عملناها مخلل. والله جاي على بالي اعمل لكم المانجا دي كريسبي مقليه، تاكليها زي ما بتاكل الفراخ التندوري او الفراخ الكريسبي بالظبط، او السمك الكريسبي او الجمبري الكريسبي. هعملها لكم ان شاء الله قبل ما تروح المانجا عشان الاولاد يحبوها. واللي عايزها سبايس هنعملها له سبايسي، واللي عايزها بالبهارات نعملها له بالبهارات. ازود لك المانجا في عينيا. حاضر. دي مانجا عسل. ثلاث حاجات ما لقيتهمش غير في مصر ام الدنيا للامانه. بقول الكلام ده نتيجه خبرتي وسفريات، انا سافرت العالم كله بحكم شغلي من سنين، ما لقيتش لا طعم مانجا ولا طعم بصل اخضر للامانه والله العظيم، واقسم بالله العظيم لا مانجا ولا بصل اخضر ولا جرجير بالطعم اللي بشوفه في مصر هنا للامانه. بتستغربوا؟ اه، لا مانجا ولا بصل اخضر ولا جرجير. بما ان ده اللي يخص شغلي يعني، طبعا في حاجات كتيره لا تعد ولا تحصى، بس انا بتكلم في الحاجه اللي انا لمستها بشغلي يعني. حلو الكلام. هناخد المقدار ده كده. اه، البصل الاخضر بتاعنا حكايه، له طعم وله مذاق تاني خالص. شفت؟ ننزل كده ونهزها كده عشان ايه؟ واحد ياخد واحده من دي مع كوبايه القهوه بتاعته، كوبايه الشاي. جوزك رايح على الشغل ومستعجل، في عجاله كده، استنى يا حبيبي انزل بل ريقك. بل ريقه بواحده من دي مع كوبايه الشاي، كوبايه القهوه، طول النهار هيدعي لك، طول النهار هيتنه فاكرك. خسرت حاجه؟ هتعمل لك 20 30 واحده، اللي معانا دول يعملوا 40 واحده على فكره. يوزع بالتساوي كده. اهم حاجه يا ست الكل بقى هنا تامنها على الفرن. درجه حراره الفرن عندك هنا 180. حلو، ولازم الفرن يكون سخن من قبلها. اه، دي مهمه جدا على فكره. زي ما انا شغال كده، ممكن اللي بقى عندنا نعمله ايه، كيكه كبيره يعني، ما عندناش مشكله، ممكن هنعملها برضه. اه، دي تاخدها لحماتك وتروح تزوريها، ما تخشيش عليها فاضيه. الست بتجيلك في نهايه الاسبوع بتيجي محمله العيش والقرص والسمنه والزيت والعسل وكل حاجه. كلفي نفسك واعملي لها شويه مافن حلوين كده، وقولي لها شفت الشيف المغازي على القناه الاولى عمل المانجا يا تيتا بطريقه جديده، وفاجئيها وقولي ايه رايك. الست متعوده تاكل المانجا كده زي احنا بناكلها، بس لما تتفاجئ بالمانجا جوه حاجه زي دي كده اكيد حاجه جديده.
هتبداوا تقعدوا مع بعض، عملتيها ازاي؟ طب قولي لي على الطريقه. والكلام في الاكل وعن وصفات الاكل مفيش احلى منه. ناخد بعدينا بقى وندخلها الفرن. يلا بينا. ينشلها كده زي الفل. تمام، هزها هزها. درجة حرارة الفرن عندي 180. ندخلها الفرن مع بعض. يلا بينا. أهم حاجة الفرن بتاعك يكون درجة حرارته 180 وسخن. هنأمن الأول على المكان بالشكل ده كده، الشبكة تنزل تحت، ده ما يتحطش في أرضية الفرن خالص. وناخدها مع بعض كده. يلا هو ده. بص على المافن بالمانجا مع عصير المانجا، ومانجا في مانجا. وانا بحب المانجا دايما، وخاصه انصحك لما تاكلي مانجايه حلوه لازم يليها كوب من الماء ضروري زي القهوه كده، علشان لان المانجا غنيه بالاملاح. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ لا والله ما احط سكر، انا مش عايز، انا عايز استطعم المانجا. والله تقدري تحطي عصير مانجا اهلا وسهلا، عايزه تخليها زي ما هي كده بطعم المانجا اهلا وسهلا. دي عايزه كوبايه القهوه وكوبايه الشاي بالف هنا وشفا كده. جوزك بس تبرد شويه. مافن، كيك، كب كيك، كحك العيد، بسكويت العيد، غريبه العيد، كل حاجه فيها بيكنج باودر وفيها بيض يفضل فتحها او كسرها بعد ما تطلع من الفرن بخمس دقايق، قاعده مغازيه.